هو في الحقيقة بالنسبة للحوض المنجمي هذه حكاية طويلة، معناها اجتمع في الحوض المنجمي اجتماع للوضع الاجتماعي المتردي اللي مرت عليه سنوات وعشرات السنين، معناها التراكمات هذه معناها هي اللي كان لها معناها الدور الأساسي في اندلاع الانتفاضة. كيف كيف ثم جانب آخر تاريخي يتعلق بالعمل السياسي والنقابي في الحوض المنجمي، اللي هو معناها ربما كثير يجهلوه، وخاصة في الرديف اللي تواترت عليها معناها كل التيارات وكل الحقب والمراحل اللي مر بها، خاصة اليسار التونسي معناها كانت موجودة وكانت معناها جذورها معناها في المنطقة موجودة. كيف كيف نعرفوا اللي على مستوى النقابي المنطقة معناها تاريخيا لها تاريخ عريق في العمل وأنجبت عديد الرجالات، وهذا منذ الاستعمار الفرنساوي ماهوش جديد معناه. وزد على ذلك اختلط هذا بالوضع الاجتماعي، قلت التراكمات معناها اللي كانت، والمنطقة تحولت من وضع إلى وضع، من وضع الرفاه ووضع ربما شوي الازدهار في السنوات 60 و70 وحتى البداية الثمانينات إلى الوضع المتردي بعد الإصلاح الهيكلي نتاع عام 86 ومن جرى عنه من معناها تنقيص في عدد العمال نتاع المناجم وشح الانتدابات، زيادة على ذلك معناها تطور التعليم والدراسة بالنسبة للشباب اللي أصبحوا معناها الخريجين معناها بالآلاف، ومعناها الوضع الاقتصادي بصورة عامة والطاقة نتاع المواطن الاستهلاكية والشرائية اللي ما كانتش واللي هي محرك من محركات التنمية والاقتصاد، معناها عرفت تدهور. هذا معناها خلى راكم ل 2008، لأنه قبل 2008 سبقت عديد الاحتجاجات معناها وعديد التحركات من أجل معناها تحسين الأوضاع، من أجل البطالة، من أجل الشغل، من أجل غير، وكانت معناها في كل مرة هذه التحركات معناها تتصادم مع البوليس وتكون صدمات عنيفة جدا إلى 2008. هي معناها 2008 كانت ظاهرها هي معناها والقشة التي قسمت ظهر البعير هي عملية انتداب في شركة فصوات قفصة اللي معناها اتسمت بالمحسوبية واتسمت بالمحاباة وعدم الشفافية، وهي ما هيش الأولى في الحقيقة، رأي معناها حتى المناظرات اللي ما قبلها معناها كانت كذلك، ولكن ما نعرفش في تلك المرة بالذات معناها كان هناك قرار من طرف معناها الشباب والمتناظرين وطالبي الشغل على الاحتجاج وعلى التصعيد وعلى معناها إيقاف هذه الظاهرة، ظاهرة اقتسام الكعكة وظاهرة المحسوبية. للأسف الشديد كان الاتحاد على المستوى الجهوي والنقابات وخاصة قطاع المناجم كان طرف في هذا الفساد. هو في 2008 كان جزءا من الأزمة، بل وكان طرفا في المعركة وفي الصراع، ما كانش معناها إلى جانب الحق والعدل، وهذا طبعا بارتباط كما قلت لك مع الاتحاد الجهوي ومع نقابات المناجم بصورة خاصة اللي هم عندهم تقاليد خاصة. جهة قفصة في علاقة بالمنجم وبشركة فصوات قفصة عندهم معناها تقاليد خاصة معناها ربما لا نتفق معها، ورؤية نقابية ورؤية العمل على النقابي لا نتفق معه، وكان هو عامل ربما تخلف وجذب إلى الوراء، وما نراه اليوم من تدهور للعمل النقابي على مستوى جهة قفصة هو نتاج لذلك الماضي، فهمتني؟ اليوم معناها كانت قفصة تعتبر معناها من الجهات الرائدة ومن الركائز الأساسية في بناء الاتحاد وفي الحفاظ على الاتحاد وفي معناها الحركية داخل الاتحاد، اليوم نشوفها معناها تقريبا من الجهات المتأخرة. هناك خاصة منطقة قفصة ومنطقة الرديف أساسا هو معناها في فترة الاستعمار وفترة الثورة الجزائرية كان هناك معناها التقاء بين
تونسيين معناها من شيرة والجزائريين إخواننا الجزائريين، وكانت هناك جالية كبيرة جزائرية معناها تشتغل في الحوض المنجي منيا. حتى اليوم عندنا معناها أحياء سموا فيها السوافة، كانت سموا فيها السوافة وتولت أصبحت تسمية الجديدة الحديثة معناها حي المغرب العربي، كانت فيها معناها السوافة، كانت عندنا مغاربة كانوا معناها خليط حتى الليبيين، معناها أحياء طرابلسية تلقاها موجودة في مناطق المناجم. فكانت حاضنة للثوار الجزائريين، وكانت تقع بين الفين والأخرى حتى صدامات مع بعض الأطراف وبعض الأشخاص، ولكن في الحقيقة كانت الرديف، وكان هناك معناها الطالب العربي ومجموعته معناها كانوا يقيمون ويخيمون في جبال الرديف. عنا إلى تو أثار معناها وجودهم في تلك الجبال، وكانوا معناها المونة الغذاء التغذية والمساعدات المالية وتأتيهم من تلك الفترة هذه، معناها كان هناك لحمة، وكانت هناك معناها حتى بعد الاستقلال تونس معناها بدأ النظام التونسي وحزب الدستور بدأ شوي ضيق عليهم الخناق في تلك المناطق، ولكن بقدر ارتباطهم بالأهالي إلى اليوم معناها الجزائريين مازالوا موجود تم ناس ومغاربة وغيره، وإحنا اليوم قاعدين نطالبوا لهم معناها بالجنسية لحد الآن، معناها ناس أصبحت جذورها ضاربة في هذه الأرض ما عادش عندها علاقة ببلدانها بالمغرب أو بالجزائر وغيره، ولكن معناها السلطة التونسية تمنع عليهم معناها الجنسية، قاعدت محرومين من حق المواطن. أنا أعتبر الحوض المنجمي هو بداية انطلاقة هذا المسار الثوري، لأنه اليوم كي نشوفوا الحوض المنجمي تم ناس تنسى تم بين الحوض المنجمي وبين سيدي بوزيد هناك محطات أخرى، رأي الناس معناها مش قاعد يدخل فيها التاريخ ولا الإعلام ولا المؤرخين. في ريانة بالقصرين كانت هناك انتفاضة شباب، انتفاضة اجتماعية في ريانة، وأجهضت وسجنوا. هناك انتفاضة بن قردان معناها معروفة، وكانت فيها صدام، كانت فيها معناها محاكمات، وهناك الصخيرة كانت فيها انتفاضة كبيرة حتى 2010 دامت، استمرت من 2008 ل 2010، وهي سلسلة من التحركات الاجتماعية ومن الانتفاضات معناها في بعض المناطق في البلاد، إلى أن جاءت سيدي بوزيد. أنا أعتبر سيدي بوزيد هي ربما حلقة من هذه الحلقات نتاع الحراك الاجتماعي اللي توجد في تونس، وليست هي الشرارة الأولى ولا منطلق الثورة، ليست منطلق على عكس ما, 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 ما يذهب إليه البعض في كلامه. هو شوف، خلينا نعطوا الحقيقة التاريخية. هي صحيح كانت الانتفاضة تسمى بانتفاضة الحوض المنجمي، صحيح انطلقت تقريبا في نفس اليوم ولنفس السبب، انطلقت هذه الانتفاضة في مدن الحوض المنجمي الأربع، ولكن وتيرتها كانت تختلف بين هذه المدن، ومعناها طريقة التحرك وطريقة المواجهة كانت تختلف، وحتى في شعاراتها كانت تختلف. معناها الأساس اليوم اللي بقى في الذاكرة بقى في التاريخ هي رديف. معناها لماذا رديف؟ لأني هذه الحركة في رديف معناها كانت لها قيادة، وكانت لها معناها من يخطط لها ومن يتحكم في خيوطها حتى في شعاراتها وحتى في طرح المطالب وفي التفاوض، كان لها ممثلين حركة الرديف. بينما نلاحظ أن هناك مواجهات وقعت عنيفة ككل الاحتجاجات الاجتماعية وغيره بدون أن تكون معناها ذات وحدة مضمون. هذه التحركات مثلا في بعض المناطق ما كانتش معناها لها وحدة في المضمون، كانت معناها واتسمت وقسمتها العروشية وقسمتها الشعب وقسمتها الأطماع إلى غير ذلك، بقت السيمة البارزة فيها هي العنف، فهمتني؟ بينما هناك مثلا في المضيلة بدأت منذ الوهلة الأولى بالعنف وبالمواجهة مع الأمن، بينما في الرديف لا، في الرديف ما اضطررنا إلى المواجهات مع الأمن إلا بعد أشهر من انطلاق الانتفاضة، وكانت تسمت بطابعها السلمي ومضمونها السياسي.
أكيد ليس هناك معنى لأي انتفاضة بدون قيادة. اليوم نسمع فيه الخطاب الشعبوي اللي موجود عند الناس وكذا وقيادة وما ثمش زعامة وما ثمش من عرف شنو والناس كله كذا. لا، إذا كان حراك أي حراك ما عندوش قيادة، هو كالقاطي راح القيادة تبين وتفهم وتوعي وترسم المسار لتلك الانتفاضة وتحدد لها معناها أهداف واضحة وجلية، ما تنجحش. بينسير ما تنجحش، نجم تشقها، إذا كان انتفاضة تشقها التناقضات وتشقها الأطماع وتشقها، سهل معناها ضربها وسهل تشتيتها، وهذا اللي قاعد واقع اليوم نشوفه. معناها وقت اللي نشوفه احنا إحصائيات معناها الحراك الاجتماعي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيره والدراسات اللي عملوها، نلقوا آلاف في كل سنة انت انتفاضات اجتماعية وانت حراك اجتماعي في البلاد، ولكن نتائجه تقريبا تكاد تكون صفر معناها، و و و وتأثيره في الواقع معناها منعدم، حتى أصبح معناها ظاهرة أصبحت الحراك الاجتماعي اللي نشوف فيه اليوم في تونس ظاهرة مملة ومقزة. حتى المجتمع ما عادش عنده الحراك الاجتماعي، ما عادش عنده حاضنة لدى الشعب ولدى الناس، أصبح نشاز. وهذا ربما حتى السلطة الحاكمة أو السلطة أو الحكومات والأحزاب اللي حكمت من 2011 واليوم كانت تراهن على الزمن لإخماد هذا الحراك الاجتماعي، كانت تراهن على العامل الزمن، لأنه بطول المدة إذا كان ما عندكش نفس ما ثماش معناها روح تنفخ في هذه، وما ثماش من يبعث الأمل، لأن الحراك الاجتماعي شنو هو؟ المكاسب اللي حققها الحراك الاجتماعي هي قوة للحراك الاجتماعي، هو محفز، ولكن إذا كان خرج بخفي حنين معناها يدب اليأس والفشل وتتلاشى. أنا ننصح الشباب بأنه أولا معناها وحدة الموقف، رسم الأهداف، تحديد المطالب معناها بدقة وفي إطار معناها المعقول، في إطار ما يمكن تحقيقه حسب المرحلة اللي هم فيه. ثم أنه القيادة، انتخاب قيادة معناها تدير هذا المسار وتفاوض، خاطر اليوم نشوفه معناها تو قاعدة ناس حراك اجتماعي تتفاوض، يخرجوا مجموعة من الشباب ليس لهم دراية بفن التفاوض وبما يجب أن يقال وما لا يقال وكيف يقال وقوة الحجة في طرح الله، ويتفاوضوا نشوف فيهم معناها يمشي وزير ولا يجول وزراء لهنا الوزارات يتفاوضوا كذا، وسهل التلاعب بهم وسهل معناها تسويفهم.